السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. في هذا الفيديو جبت لكم فكرة شابة عجبتني حتى انتم ان شاء الله تعجبكم. جيبوا سلك والحاشية والوريدات، الطريقة نتاعها سهلة بدون خياطة. جيبوا المسدس اللاصق، او هنا اعطيتكم الطول نتاع السلك شحال درت، تطويوه على 4. لازم كي تطويوه على 4 يجيك في عفوا يكون فيه 34 سنتيم. هاي 34 سنتيم في كل جهه، وتلاقيوهم مع بعض. جيبوا هذا السلك الاصفر احسن، تقلعوا هذا كاين يجي في الخيط نتاع الضو، يجينا في الخيط تاع الضو، تقلعوه من الخيط تاع الضو وتخدموا به، ولا تشريوه مام حتى هكا ينباع عند تلقاوه عند الكنكاري. وهنا في الوسط شحال نخلي 12 سنتيم، ها هو عندي فيه 34 سنتيم، راه مطوي على 4. راني كاتبت لكم القياس شحال فيه وتقسموه على 4، يجيكم على 4، وفي الوسط تخليو 12 سنتيم. هيا تلويو وتخليو الوسط مفتوح. فكرة عجبتني بزاف، شتها وعجبتني، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، وان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. تقدروا تخدموها كمشروع، تقدروا تخدموها لكم في المنزل او لبنياتكم. هيا قلت لكم هذيك الجهه نتاع الوسط اللي تخليوها الفتحه فيها 12 سنتيم. هيا قلت لكم هنا تحتاجوا الحاشيه والوريدات والمسدس اللاصق، وتحتاجوا السلك. اي نوعيه نتاع السلك تقدروا تخدموا بها. هيا هنا نديروا نخدموا بالبيستولي، ديروه يسخن مليح وتلويو، دوروا الحاشيه على السلك، دوروا عليه كيما هذاك السلك، درقوه كلش بالحاشيه. هيا تقلعو، تكفيكم زوج متر تاع حاشيه، تكفيكم مترين. هيا ندوره على السلك، لازم السلك ما يقعدش يبان. قلت لكم سهله الطريقه نتاعها، سهله، تقدروا تستعملوها حتى مشروع تخدموا البنات. الوريدات شريتهم 25 دينار، يعني 2005 للوحدة. والحاشية قلت لكم دير 5000 للرولة. بدون آلات خياطة، غير بيديكم والمسدس اللاصق، يعني بيستولي. نكمل الحاشية كاع، ندورها على السلك ونولي نزينها بالورود، تجي روعة، جات شابة بزاف، مام حتى في الشعر تجي شابة. هيا قلت لكم دوروها السلك، لازم ما يبقاش يبان، لازم تدرقوه كلش بالحاشيه، تلويو عليه الحاشيه.
ما عندكمش الحاشيه تقدروا ديروا قطعه تاع قماش، تكون عندكم حتى قطعه تاع قماش تقدروا ديروها. هاي كملت الحاشية، دورتها على السلك، دورتها كلش على السلك، هاي ما بقاش يبان السلك. قلت لكم لازم تدوروا كاع وتوليو تقبضوا بالكولم. هنا نولي نزينها بالورود، تقدروا تزينوها باي موتيف يكون عندكم بالورود، تقدروا كيما نقولوا اي حاجه نتاع التزيين تقدروا تزينوا بها. هاي بهالطريقه هنا ندير الكولا ونلصق الورود. يعني تبقى لكم كتزيين، هيا تسقدوا السلك نتاعكم بطريقه جيده، عادوا توليو تزينوا بالورود. استعملت ربعه نتاع الوريدات، هيا كملتهم، جاو شابين، جات روعة حتى في الشعر، كي جربتها في الشعر جات شابة بزاف. هيا شتوفوا الكولا كيش ديرت، هنا باش ما تلصقليش لازم ما تخليوهاش لاصقه، تقلعوها. هاي كملتها، قلت لكم جات شابه، ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم هاد الفكره. هيا هنا جبت لكم لقطه صغيره كيش تستعملوها في الشعر، هاشوفوا بهالطريقه، الطريقه تاعها سهله باش ديروها في شعركم. تقدروا ديروا الشعر تلويوه للجهه العلويه او تلويوه للجهه السفليه، حتى الجهه السفليه تجي شابه. جربتها على زوج مرات، هاي شوط الويو تجي كيما نقولوا التزيين تاع الورود يجي للجهه العلويه.
هذه هي النتيجة النهائية، وإن شاء الله تعجبكم هذه الفكرة. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو وتقدروا تستعملوها حتى مشروع. هذه هي النتيجة النهائية، ومع السلامة، ونتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله. خدمت معكم هذه، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. جات روعه، سيتها هي سيتها لكم في الشعر تاع بنت اختي، جات طوب. تخدموا لبنياتكم او تستعملوهم كمشروع، راني مستعملتهم كمشروع، راهم يتمشاو بزاف. والسلك ديروا النوعيه الجيده، راه كاين السلك عفوا عند الكنكاري تلقاوه، راه ينباع عند الكنكاري، كاين بالكيلو، كاين اللي في اللون الابيض وكاين اللي في اللون اللي خدمت لكم به، المهم تلقاوه عند الكنكاري. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف.